مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من الصلاة الرابعة. ما هو مصير العالم إذا حكمته النساء؟ بالتأكيد سيكون أفضل. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أثناء مشاركته في مؤتمر عن القيادة في جمهورية سنغافورة الآسيوية. وأوباما كان يوما يرأس أعلى سلطة سياسية لأقوى دول العالم، وجاء رأيه هذا في وقت يشهد العالم فيه حروبا ونزاعات واحتجاجات في مناطق كثيرة، وتزداد المخاوف من نشوب حرب عالمية مدمرة. وجاءت تصريحات أوباما تحت عنوان: باراك أوباما واثق بأنه لو قادت النساء كل دول العالم لسنتين سنرى تحسنا ملحوظا في كل المجالات. وقال أوباما: إذا نظرتم إلى العالم والمشاكل التي يواجهها سترون أن السبب الأساسي لهذه المشاكل هو رفض كبار السن ومعظمهم من الرجال التنحي عن مواقعهم. وأضاف: من المهم للزعماء السياسيين تذكير أنفسهم بأنهم يوجدون في مواقعهم لأداء عمل معين، ولكنهم ليسوا في تلك المواقع مدى الحياة. لستم في مواقعكم لدعم شعوركم الشخصي بالأهمية. العالم أفضل حالا لو حكمته النساء كما يقول أوباما، لكن ماذا عن مشاركة النساء في القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب والحروب غير التقليدية؟ الإجابة هذه المرة تأتي من وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، وجاءت تحت عنوان: تجنيد المزيد من النساء في القوات الخاصة الإسبانية وخاصة الناطقات بالعربية. وتعتبر النساء الناطقات باللغة العربية من بين النساء اللائي يتم البحث عنهن للمشاركة في المهام التي تقودها الأمم المتحدة أو حلف الناتو في مناطق النزاع مثل العراق أو ليبيا. ويتم تخصيص بعض المهام للنساء مثل عمليات تفتيش النساء في نقاط التفتيش. وفي المجتمعات المحافظة يمكن للمجندات الحصول بسهولة على معلومات استخباراتية من النساء المحليات اللواتي لا يسمح لهن بمخالطة الرجال وخاصة الأجانب. وظائف شاغرة للنساء الناطقات باللغة العربية للانضمام إلى القوات الخاصة الإسبانية. لكن لو انضمت المزيد من النساء إلى الحرب على الإرهاب، ولو حكمت النساء الدول الكبرى في العالم، هل سيسود السلام وتقل النزاعات وينخفض إنتاج العالم من الأسلحة المدمرة؟ سؤال افتراضي لواقع مرير. فقد نشر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام نتائج دراسة تنذر بالخطر، واهتم بنشرها موقع دوتش فيلا الألماني تحت عنوان: زيادة مبيعات الأسلحة في العالم وسط هيمنة للشركات الأمريكية. بلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع الأسلحة في العالم 420 مليار دولار، معظمها في السوق الأمريكية. وبلغت حصة المصنعين الأمريكيين 59% من السوق، أي 246 مليار دولار من المبيعات، بزيادة بنسبة 7.2% عن العام الذي سبقه، مع استمرار شركة لوكهيد مارتن الأمريكية في تصدر مصنعي الأسلحة منذ عام 2009. في المقابل احتلت الشركات الروسية المرتبة الثانية لمصنعي الأسلحة ب8.6% من السوق، متقدمة بقليل على المملكة المتحدة التي بلغت حصتها 8.4%، وفرنسا ب5.5%. لكن ما هو ترتيب الدول الكبرى الأكثر إنتاجاً للأسلحة في العالم؟ وهل هناك دول عربية من بينها؟ التقرير الذي نشره الموقع الألماني يكشف النقاب عما وصفه بمفاجأة عن دولة شرق أوسطية زاد إنتاجها للأسلحة في الآونة الأخيرة، حسب تقرير معهد ستوكهولم للسلام.
تستحوذ أمريكا على سوق السلاح العالمي، وتأتي روسيا ثانية ثم بريطانيا وفرنسا، فكيف تتحدث هذه الدول عن السلام بينما تبيع أسلحة بمليارات الدولارات؟ هل تختفي حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية تحت وقع صفقات السلاح؟ أسئلة مشروعة لكن لا طائل منها على ما يبدو. فالرئيس الروسي الذي قرر منافسة الغرب في إنتاج وتصدير الأسلحة قرر أيضا إظهار محتويات حقيبته النووية لأول مرة على وسائل الإعلام. نعم هذا صحيح، فقد نشر موقع سبوتنيك الخبر تحت عنوان الحقيبة النووية، من يضغط على الزر ومتى استخدمت. ومن أهم مفاتيح الحقيبة النووية مفتاح إطلاق، والضغط عليه يعني إصدار الأمر بإطلاق صواريخ ذات رؤوس نووية. في الحقيبة توجد معدات اتصال مع هيئة الأركان العامة وقيادة الصواريخ الاستراتيجية مثل هاتف، لكن المعلومات لا تنقل بالصوت بل بالأحرف المشفرة ولا يمكن منع الاتصال. لكن هل حقا ما يقال عن الحقيبة النووية؟ نعم إن الحقيبة النووية موجودة بالفعل، ولكن ما يقال عن كيفية عملها ضغط زر واحد وتنطلق الصواريخ فهذا غير صحيح. فمن أجل إطلاق الصواريخ يجب التنسيق، وتعتبر الحقيبة النووية لدى الرئيس رمزا حديثا لسلطات القوى العظمى. هذا ما يقوله الخبير العسكري الروسي ألكسندر بريجينيف، ونشره موقع روسيا اليوم بكل تفاصيله تحت عنوان للمرة الأولى فيديو للحقيبة النووية التي تلازم الرئيس الروسي أينما حل. نشرت قناة زيفيزدا فيديو للحقيبة النووية التي تلازم الرئيس الروسي، ظهرت فيه بوضوح محتويات هذه الحقيبة، وتبين أن لون زر الإطلاق فيها أبيض وليس أحمر. وقال مقدم البرنامج يحمل هذه الحقيبة ضابط يتواجد على الدوام في مكان ما بقرب القائد الأعلى للجيش الروسي، وأحد مكونات هذه الحقيبة كرت الذاكرة، وهي أحد المفاتيح في الحقيبة. وأشار المذيع الروسي أيضا إلى أنه لن يكشف عن تفاصيل سرية جدا في هذه الحقيبة، كما قال إن عمر الحقيبة النووية 50 عاما وتعرض على التلفزيون للمرة الأولى. Этот чемодан, это как раз тот самый, который находится. Сдать общий план, я сейчас обращаюсь, но по этому чемоданчику. По чемоданчику по РВСН. И когда идет учение. И попробуем здесь как-то людям объяснить, что. Заокеанских партнеров. А сейчас они изображают, что это не так. Не на этом мы подробности работы этого чемодана раскрывать. إذن روسيا تقرر عرض محتويات الحقيبة النووية لأول مرة على شاشات التلفزيون. وتقرر أيضاً الكشف عن مقر إدارة القيادة المركزية لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية على وسائل إعلامها حسب موقع الأخبار الروسي. سيرى المشاهدون مقر إدارة القيادة المركزية لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية التحت أرضية، والذي تتم عبره إدارة وتوجيه كل الترسانة النووية البرية للبلاد. وخلال البرنامج سيتم عرض عملية تحميل الصواريخ النووية على منصات الإطلاق تحت الأرض لأول مرة، كما سيعرض التلفزيون عملية اختبار أبواب مقر القيادة التي يبلغ وزن الواحد منها بضعة أطنان. موافقة الرئيس بوتين على عرض محتويات الحقيبة النووية وعرض منصات الإطلاق اعتبرها البعض مجرد استعراض لقوة روسيا في هذا العالم المضطرب حالياً، لكنه جاء أيضا على قناة زيفيزدا التي تديرها وزارة الدفاع الروسية. الإعلام الأمريكي اهتم بالخبر فنشر موقع الحرة تفاصيل هذه المفاجأة الروسية لمشاهدي البرامج التلفزيونية، وتحدث عن الحقائب النووية في روسيا وأمريكا، وجاء الخبر تحت عنوان الأخطر في العالم، الكشف عن أسرار الحقيبة التي ترافق بوتين في كل مكان. وفي المقابل نشرت تفاصيل عن الحقيبة النووية الأمريكية. في أمريكا فإن الرئيس الأمريكي وحده هو من يمتلك صلاحية توجيه ضربة نووية، وذلك بعد دراسة القرار مع القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية ومسؤولين آخرين حسب مركز آرمز كنترول لدراسات كبح التسلح.
عند الموافقة على الضربة النووية فإن الرئيس الأمريكي يستخدم حقيبة تكون برفقة أحد مساعدي الرئيس باستمرار وتدعى كرة القدم، حيث يقوم الرئيس بإدخال رموز سرية تكون مكتوبة على بطاقة معدنية تدعى البسكويت. كما يوجد في الحقيبة كتاب أسود دونت فيه قائمة المخابئ التي يمكن للرئيس الأمريكي اللجوء إليها في حال التعرض لهجوم نووي مضاد. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لا يجد وقتاً للبحث عن مخابئ الضربة النووية، فالديمقراطيون يطلقون عليه النيران من كل الاتجاهات لعزله من منصبه بعد اتهامه رسمياً بعرقلة عمل الكونغرس واستغلاله للسلطة. ليس هذا وحسب، بل نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وثائق سرية عن الحرب في أفغانستان اتهمت فيها مسؤولين أمريكيين ومنهم الرئيس ترامب بتضليل الشعب الأمريكي. وجاء الخبر تحت عنوان في حرب مع الحقيقة، وثائق أفغانستان، تاريخ سري للحرب. المسؤولون الأمريكيون قالوا باستمرار إنهم يحققون تقدماً لم يفعلوا وكانوا يعرفون ذلك. منذ عام 2001 انتشر أكثر من 775 عسكرياً أمريكياً في أفغانستان، كثيرون منهم بشكل متكرر. مات منهم 2300 وأصيب 20589 عسكرياً أثناء القتال حسب إحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية. ونشرت واشنطن بوست تفاصيل أكثر من 400 مقابلة مع مسؤولين ودبلوماسيين وعسكريين أمريكيين. ورغم محاولة الحكومة الأمريكية حجب هوياتهم، فقد تمكنت الصحيفة الأمريكية من الحصول على حكم قضائي تحت بند حرية المعلومات، ونجحت في نشر هذه الوثائق والكشف عن هوية البعض بعد معركة قضائية استمرت 3 سنوات مع الحكومة الأمريكية. وجاءت التفاصيل تحت عنوان المسؤولون الأمريكيون ضللوا العامة بخصوص الحرب في أفغانستان. كما تكشف وثائق سرية تفاصيل من الداخل تكشف الأخطاء التي وقعت في أطول نزاع مسلح في التاريخ الأمريكي، وتشير الوثائق إلى ما وصف بفشل 3 رؤساء أمريكيين وهم جورج دبليو بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب وقادتهم العسكريون فيما يتعلق بالحرب في أفغانستان. وأظهرت الوثائق تناقض تصريحاتهم وتعهداتهم للشعب الأمريكي لنحو 20 عاماً. ونقلت واشنطن بوست عن الدبلوماسي الأمريكي جيمس دوبينز قوله: نحن لا نغزو الدول الفقيرة لنجعلها غنية، نحن لا نغزو الدول السلطوية لنجعلها ديمقراطية، نحن نغزو الدول العنيفة لنجعلها مسالمة، وواضح أننا فشلنا في أفغانستان. اعترافات أمريكية واضحة بالفشل في أفغانستان، لكنها جاءت متأخرة، فقد قتل الآلاف من الجنود والمدنيين من كل الأطراف، وأهدرت مليارات الدولارات. وبعد كل هذا عادت واشنطن للتفاوض مع حركة طالبان. لكن علينا أن ننظر إلى الجانب المضيء، كما تقول جماعات حقوق الإنسان، فقد حدثت الثورة الفكرية ودخلت مظاهر التحضر إلى هذا المجتمع القبلي المسلم المحافظ، حيث بدأت محلات رسم التاتو أو الوشم في الانتشار في أفغانستان، كما جاء في وكالة أسوشيتد بريس تحت عنوان وشم في وقت تتحدى فيه النساء الأفغانيات محظورات المجتمع. ونشرت وكالة أنباء أسوشيتد بريس حكاية فتاة تعشق فن الوشم تحدثت فيها عن الصعوبات التي تواجهها في عملها قائلة: لقد كافحت كثيرا لدرجة أنني تلقيت تهديدات بالموت لأن الناس في أفغانستان يعتقدون أن عمل الوشم حرام. وأضافت ثريا شهيدي وهي فتاة تبلغ من العمر 26 وهي أم ومطلقة: لا يهمني إن كان من أرسم له الوشم رجلا أم امرأة، فأنا أرسم الوشم للرجال والنساء. حسمت شهيدي موقفها من المجتمع الأفغاني وستستمر في عملها رغم التهديدات التي تتعرض لها. لكن من يحسم الحرب الليبية رغم التهديدات المستمرة
ووسط كل هذه المواقف السياسية المتناقضة والتصريحات الإعلامية المتعددة والقتال المتواصل حول طرابلس. فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. تخوض تركيا معارك على جبهات عدة من واشنطن إلى سوريا وقبرص واليونان ودول أخرى، إلى الملف الأكثر تعقيدا الآن وهو ليبيا. فهل هي محاولة لعودة الإمبراطورية العثمانية أم أنه رد على محاولات لعزلها سياسيا والتأثير عليها اقتصاديا كما يقول البعض؟ قد نجد الإجابة أو جزءا منها على موقع الحرة الأمريكي تحت عنوان منطقة خاصة للنفوذ، أردوغان يعد لمواجهة في ليبيا وعينه على المتوسط. طموح أنقرة هو السيطرة على أهم منطقة في البحر المتوسط لإقامة منطقة اقتصادية خاصة. السفير التركي وهو المدير العام للحدود البحرية والجوية في الخارجية التركية نشر صورة لخريطة جديدة تظهر الحدود البحرية والجرف القاري لبلاده عقب توقيع الاتفاقية البحرية مع ليبيا، وهي خريطة أعاد الحساب الرسمي لوزارة الخارجية التركية على تويتر نشرها. والاتفاق البحري الذي يقسم جزءا كبيرا من شرق بحر المتوسط بين تركيا وليبيا مهم بشكل خاص نظرا إلى الاكتشافات الأخيرة لكميات الغاز الكبيرة التي تسببت بتهافت على التنقيب بين الدول المحاذية وشركات النفط العالمية. لكن الاتفاق التركي الليبي أثار غضب المختلفين مع تركيا سياسيا واقتصاديا وفكريا، فكثف الجيش الليبي تحت قيادة المشير خليفة حفتر عملياته العسكرية ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، التي يقول المعارضون لها إنها غير دستورية بل وتحتضن ميليشيات إرهابية. ورغم تصريحات وزيارات من هنا وهناك زادت المعارك شراسة. وأخيرا حاول المستعمر الإيطالي لليبيا سابقا التدخل لحل النزاع بزيارة لوزير خارجيته إلى طرابلس وبنغازي، فأين كانت إيطاليا؟ وكالة أنباء نوفا الإيطالية ترد على السؤال تحت عنوان سيناتورة إيطالية تنتقد موقف بلادها بشأن الأوضاع في ليبيا. قالت السيناتورة ستيفانيا كاراكسي عن حزب فورتسا إيطاليا إيطاليا إلى الأمام، وهي أيضا نائبة لرئيس لجنة الشؤون الخارجية، إن الوضع في ليبيا يمثل التهميش التدريجي لبلادنا على الساحة الدولية وفي البحر المتوسط بشكل عام، ويمثل انخفاض القدرة على التأثير في مجال الواقع الأوروبي. وتابعت المسؤولة الإيطالية لا ينظر إلينا كوسطاء، والجهات الفاعلة الليبية بخلاف الأطراف لا تعتبرنا في الواقع موثوقين ولا مرجعاً. نشكر الحكومات الأخيرة. وتأتي المعارك الليبية ليبية أو العربية إسلامية كلها تحت سمع وبصر الغرب والشرق وأمريكا وأوروبا ومشاركة روسيا الفعلية كما تقول بعض التقارير. فهل تشارك تركيا في الحرب الدائرة هناك وتشعل صراعا آخر أكثر دراوة بين العرب العاربة والعرب المستعربة والإسلاميين والمتأسلمين الليبراليون منهم والعلمانيون؟ وهل رفض رئيس حكومة الوفاق الليبية عرضا بإرسال تركيا آلافا من الجنود الأتراك للمحاربة في صفوفه كما جاء في موقع الأخبار الروسي، نقلا عن مسؤولين إيطاليين بعد وصول وزير الخارجية الإيطالي إلى طرابلس؟ اللافت أن دبلوماسيين إيطاليين كشفوا أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج رفض 5000 جندي تركي عرضهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف الدبلوماسيون الإيطاليون أن الأمر يتعلق بجعل الثقل الاقتصادي والسياسي للجبهة الأوروبية يعيد اقتراح المبدأ المعتاد المتعلق بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية. ويبدو أن الدبلوماسية الإيطالية خرجت عن صمتها، فتساءل رئيس الحزب الراديكالي الإيطالي عما إذا كان الأمر سينتهي باقتصام ليبيا بين الأتراك والروس في غياب الاتحاد الأوروبي.
مذكرا بما حدث في سوريا وما آلت إليه الأوضاع هناك بين روسيا وتركيا. وسارعت صحيفة الأيام الليبية بنشر الخبر تحت عنوان إيغور بوني: بدون أوروبا ستقتسم ليبيا بين تركيا وروسيا. ونقلت الأيام عن وكالة أكي الإيطالية للأنباء انتقاد زعيم الراديكاليين بوني وزير خارجية بلاده لويجي دي مايو، وقال إنه يواصل محاولة فتح ثغرات جديدة بلا جدوى وعديمة الفائدة في طرابلس، وذلك لأن إيطاليا تتعامل مع ليبيا منذ سنوات فقط لوقف غزو لا وجود له للمهاجرين، والذي لا ينتج عنه سوى مزيد من الموت بعد تغذيتهم لمجرمين ليبيين في اتفاقات غير لائقة. إذا كان هذا هو موقف الإيطاليين، فما هو موقف الأمريكيين؟ بوابة الوسط تحدثت عن ارتياح الوفد الأمريكي من الحوار الليبي في الحوار الاقتصادي العاشر في خبر تحت عنوان ارتياح أمريكي لرؤية الشركاء الليبيين في ختام الحوار الاقتصادي العاشر. وأوضح البيان الأمريكي أن اجتماع اليوم يبرز التزام الولايات المتحدة بالحوار مع جميع الأطراف الليبية للمساعدة في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة التحديات والأسباب الأساسية للصراع. إذن المشكلة الليبية بالنسبة للأمريكيين الآن تكمن في الإصلاحات الاقتصادية، بينما يجتمع رئيس حكومة الوفاق مع وزير داخليته للاطلاع على آخر تطورات الحرب على طرابلس. وجاء العنوان: السراج يبحث مع بشاغة الوضع الأمني في طرابلس. وتناول الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسي بالعاصمة آليات التنسيق مع القوات في ظل حالة النفير التي أعلنت في عدة مدن لتسخير الإمكانات كافة لرد العدوان، حسب بيان إدارة التواصل الإعلامي في حكومة الوفاق. الهجوم على طرابلس هو عدوان بالنسبة لحكومة الوفاق. أما صحيفة الموقف الليبي فموقفها واضح جدا لا لبس فيه، فنشرت خبرا تحت عنوان في تحد جديد، السراج يبحث مع أردوغان البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم. بحث رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ مذكرتي التفاهم الموقعتين خلال الشهر الجاري في تحد جديد للدوائر السياسية والمحلية الرافضة لهذا الاتفاق جملة وتفصيلا. ونقلت صحيفة الموقف أيضا تطورات الحرب تحت عنوان الطحش: قوات الجيش أحكمت قبضتها على جميع محاور طرابلس، وأخبار مفرحة ستظهر للشعب الليبي قريبا. ومن الأخبار المفرحة حسب صحيفة الموقف الليبي إلى تصريحات تركية اعتبرها المعارضون لحكومة الوفاق مستفزة، ونشرتها صحيفة المرصد الليبية تحت عنوان مستشار أردوغان: ليبيا أصبحت تحت مسؤولية تركيا، ومن يعترف بغير حكومة الوفاق يرتكب جريمة. وأضاف ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي: الموقف الروسي ليس واضحا، وتركيا لا يهمها شيء بل تبحث عن مصالحها ومصالح متفقيها، والحكومة الطرابلسية هي المعترف بها دوليا. مستشار أردوغان اختتم تصريحه بالقول: إن حكومة الوفاق هي ممثل الشرعية للشعب الليبي، أما البقية فلا يمثلون الدولة الليبية، ومن يعترف بهم يرتكب جريمة، ونحن الآن في مقام أن نعرف من هو على الحق ومن هو على الباطل. وبعيدا عن الحق والباطل في ليبيا، هناك الحلال والحرام في الكويت، حيث انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشاب كويتي يقول إنه ترك الإسلام واعتنق اليهودية وأنه يحلم بالعيش في إسرائيل. واهتمت الكثير من وسائل الإعلام بالخبر ونشرته CNN بالعربي تحت عنوان جدل حول تقرير إسرائيلي عن شاب كويتي اعتنق اليهودية. وبحسب التقرير الذي شهد تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الشاب الكويتي يوسف المهنة
ترك الإسلام واعتنق الدين اليهودي، ثم فر إلى بريطانيا بعد أن غير اسمه إلى نفتالي، معرباً عن أمنياته بالسفر إلى إسرائيل والعيش فيها. ورغم الجدل الدائري بخصوص الشاب وتصوير البعض له على أنه مختل نفسياً، وطالب آخرون السلطات الكويتية بالتحقيق في هذه الواقعة، فإن الفيديو قد انتشر بسرعة. تعالوا نشاهد بعض المقتطفات. חג שמח לכולם, קוראים לי נפתלי, אני בן 25, אני ערבי ציוני מקווית. עד מתי רשעים, אדוני, עד מתי רשעים יעלו זו? כן, אני חושב שאני יהודי, לא פחות מאף יהודי. הם חושבים שאני מוסלמי, אבל זה לא נכון. ואני רסל על ידי אוהדן ווג'ה לג'מהור הערבי, לישראלים, הם ליסו בקטלה. وبينما يتمنى الشاب الكويتي العيش في إسرائيل، افتتح مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي في القدس فعالياته بفيلم سعودي، ونشرت بي بي سي الخبر تحت عنوان ما هي قصة الفيلم السعودي المرشحة المثالية الذي عرض في إسرائيل. افتتح فيلم المرشحة المثالية للمخرجة السعودية هيفاء المنصور مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي في القدس، ويروي الفيلم قصة طبيبة سعودية شابة تسعى لتغيير نمط تفكير المجتمع وتترشح للانتخابات المحلية. هذه هي المرة الثالثة التي يعرض فيها فيلم للمخرجة السعودية في إسرائيل. فيلم سعودي في مهرجان سينما إسرائيلي، وشاب كويتي يقول إنه اعتنق اليهودية، وإسرائيل ترحب بدراسة رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثاً بوريس جونسون سن قانون يمنع مقاطعتها. ونشرت تايمز أوف إسرائيل الخبر تحت عنوان بوريس جونسون يستعد للمضي قدماً في سن قانون لحظر حركة المقاطعة، وكان جونسون قد تحدث في السابق ضد حركة المقاطعة، وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في عام 2015 لا يمكنني التفكير في شيء أكثر حماقة من القول إنك تريد أن يكون لديك أي نوع من سحب الاستثمار أو العقوبات أو المقاطعة ضد دولة تعتبر في جميع الأحوال الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في المنطقة كما يقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وبينما تتوالى الأحداث في مصلحة إسرائيل، تستمر الحروب والصراعات في العالم العربي من العراق إلى ليبيا. بينما نصل نحن إلى نهاية حلقتنا اليوم، شكراً لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من الصلاة الرابعة.